عكس المباراة، فيتا كلاب يتقدم على النادي الأهلي 1-0 في الشوط الأول. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نشوف أحداث الشوط الأول برؤية فنية مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شفنا الشوط الأول استحواذ، سيطرة، خلق وإهدار فرص من النادي الأهلي، ولكن النتيجة عكس سير الشوط الأول. النتيجة غريبة جدا، نتفرج على الشوط الأول، لا الأهلي مثلا يطلع أربعة مثلا، لكن هي دي كرة القدم أيمن، لازم قلنا كل الفرص لازم تركز فيها كويس قوي. النهاردة في حاجة جديدة بقى للأسف على على على, على لعيبة النادي الأهلي، في سوء حظ وحش قوي بالزبط. قوي، وبعدين حارس مرماهم موفق جدا النهارده بجد، احسن واحد النهارده في فريق فيتا كلاب حارس مرماهم. انا فوجئت بمستواه، ما كنتش متخيل ان هو مستواه كده، لكن انت ضيعت كتير قوي، وللاسف العقاب جه بس صعب شويه، والتوقيت كمان صعب قوي، تخرج 1-0 الشوط الاول وانت الطبيعي تخرج الشوط الاول انت مثلا 3-4 ليك انت، لكن الكلام ده كله ايمن الطبيعي الوقت لازم يحصل بين الشوطين، هدوء خالص، مع الهدوء خالص ما فيش شد اعصاب، ما فيش حاجه خالص. تنزل الشوط الثاني ان شاء الله بسرعه تدور على الهدف الاول، بس بهدوء من غير عصبيه، وان شاء الله هندور على الهدف الاول، بعد كده في بقى مليون حاجه بعد كده ان شاء الله. كابتن اسامة، هل نقدر نقول نتيجه الشوط الاولاني بالسيطره والاستحواذ واهدار الفرص نتيجه منطقيه، ولا عدم التوفيق الزايد عن الحد كان سبب من ضمن الاسباب؟ لا طبعا النتيجه مش منطقيه طبعًا. انت لما بتخلق ما يقلش عن 10 فرص منهم مثلا 5 محققين للتهديف، في بعضها ضاع بسبب عدم التوفيق اللي انت بتقول عليه، وفي بعضها رعونه من المهاجمين، يعني في كره سهله قوي لبواليا على بعد 3 خطوات مرتين تيجي جون، في مثلا لعدم توفيق مثلا السوليه شاط والراجل طلعها من على الخط والجون مش موجود، دي ممكن تبقى عدم توفيق رغم ان ممكن تتحط احسن من كده. انت بتتكلم، انا اتكلم على فرقه فيتا امتى كويس؟ لما تكون انت عدد الفرص مثلا في شوط جات لك فرصه او بصعوبه، لكن انت من الاطراف بتوصل سهل، من العمق بتوصل سهل، بالكرات العرضيه بتوصل سهل، انت ده في كام في الكوره لازم ماشي. تجيب جول ماشي يا ايمن، احنا بنتكلم دلوقتي على هل اللي حصل ده نتيجه جهد من فرقه فيتا، ولا عدم تركيز في انهاء الفرص من النادي الاهلي، وفي كمان سوء حظ في بعض الفرص الاخرى. فهي زي ما علاء قال ان عايزه شويه هدوء، انت عايز ناس تعرف تحط كره جوه المرمى بس. يعني انا بتكلم مثلا، نتكلم على حسين الشحات، مش موفق خالص، مش موجود، بس حسين الشحات الميزه اللي عنده انه ممكن يجيب لك جون، لكن هو سواء بقى هيتغير بدري او بعد فتره لازم واحد زي محمد شريف، واحد زي محمد طاهر، الناس اللي ممكن تجيب جون تنزل تزودهم يعني باذن الله. لكن انت ان شاء الله الشوط الثاني تقدر ترجع يعني للقاء. كابتن عادل، ازاي يرجع موسيماني والنادي الاهلي للمباراه الشوط الثاني؟ كابتن علاء قال كلمه مهمه جدا، قال الهدوء دي رقم واحد. رقم اثنين، عايز اقول لك حاجه، حتى تضييع الاهداف والحاجات دي ظاهره باينه واضحه علينا قوي بقالها فتره طويله، لازم تمرين فرد كتير قوي. انا وجهه نظري انه يتمرنوا تمرين فرد بالذات الفراوده اللي بتضيع اجوان كتير قوي، وكره القدم لا تعترف الا يمكن. انا قلت لك لما سالتني يا كابتن، قلت لك الحذر، لما قلت لي في جوان قلت لك الحذر ثم الحذر وبعدين نقدر نجيب جون. انا بقول لك ان الامور حتى في الشوط الثاني انا بعتبر الكره كده، لازم تجتهد، ولو انت ضيعت جوان كتير مش هقول عليك كويس، يعني اقول عليك ان الفرقه الثانيه اللي جابت هدف اقول عليها كويس، لان صحيح. كره القدم لا تعترف الا بالنتيجه صحيح. ما احنا ما فيش فرقه في العالم خدت كاس العالم في الاخر وبيقول لك ادائهم ايه كان في اخر مباراه، ما فيش حاجه اسمها اداء، في حاجه اسمها مكسب. فانا افتكر ان الهدوء، ولازم الفرصه اللي جايه بدري لازم نخلصها علشان نخلص الماتش ان شاء الله. كابتن اسامة، من افضل اشواط النادي الاهلي الفتره الاخيره حقيقه. الشوط الثاني، هل مستر موسيماني هيلجا للدكه مبكرا ولا هيستنى شويه؟ اهم حاجه الشوط الثاني، ما ينفعش انك انت تتلقى اهداف عشان ما تصعبش عليك المهمه، عشان ما يبقاش الرجوع بتاعك المباراه صعب. هدف الثاني هيصعب المباراه في النادي الاهلي، لكن وانت بتهاجم لازم تكون مأمن برضو دفاعاتك ورا، يبقى الناس اللي ورا مصحصحها 100%. دي اول نقطه. الناحيه الثانيه لازم يبقى في
تركيز مع هدوء في ال 18. انت النهارده كل ما الوقت بيمر مش في صالحك، هتلاقي فيه صربعه من اللعيبه وفي استعجال، فيبقى فيه انهاء في الهجمه، يعني ممكن في شكل فيه عشوائيه. ممكن يلعب براسين حربه الشوط الثاني؟ ممكن طبعا، كل شيء وارد. النهارده انت خسران 1-0 اكيد هتلجا انك انت هتزود النواحي الهجوميه عندك، لكن هدف في بدايه الشوط الثاني هيسهل عليك المباراه ويرجعك للمباراه سريعا، حتى ولو تاخر الهدف لاخر 5 دقائق وقدرت تحرزه ممكن يبقى عندك وقت برضه انك ترجع المباراه باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.